انا دكتور ياسر يحيى استشاري جراحه الاوعيه الدمويه والقدم السكري. هتكلم دلوقتي على حالات القدم السكري او المرضى بتوع السكر اللي عندهم مشاكل في رجليهم. كل مريض سكر لازم يحافظ على رجله من العنايه اليوميه. اولا لو في غسيل او وضوء لازم يتنشف كويس جدا. نمره 2 يخلي باله من الحذاء اللي هو بيلبسه، ما يكونش ضيق ما يكونش ناشف. نمره 3 الشراب لازم يتغير دايما، ما يقعدش اكتر من يوم في الشراب بتاعه. المفروض كمان انك انت ما تلبس الحذاء بتاعك بدون شراب قطن حتى يعني، ومفروض يكون الحذاء مقفول علشان ما يعرضش نفسه للجروح او دخول اشياء غريبه في بين، لو لابس صندل او شبشب او اي حاجه من الحاجات ديت ودخل يتعور بطوب بمسمار باي حاجه من الحاجات ديت. فدي لو احنا ابتدينا نعمل وقايه للقدم السكري هيبقى احسن من احنا ندخل في مشاكل القدم السكري. اي مريض عنده سكر المفروض يتابع مع دكتور الاوعيه الدمويه علشان يشوف الدوره الدمويه بتاعتها شكلها ايه. في حاله ان وجود الدوره الدمويه بتاعتها فيها كسور في الدوره الدمويه، يا اما تتعالج بالعلاج يا اما تتعالج بتدخل جراحي او تدخل بالقسطره على حسب الحاله بتاعته. لو الامور كلها مستقره يبقى برضك بيبص على رجله ويشوف الرجل شكلها ايه، بيشوف هل في مشاكل ممكن تتعالج من الاول. لكن لما بيجي المريض متاخر بتبقى نسبه نجاح ان انت تلحق رجله بدون ما انه يفقد اي جزء منها بيبقى اقل من ان انت لما يكون في وقايه من قبلها. فده بالنسبه لمريض السكر. برضك غير ان هو لازم يكون مظبط السكر بتاعه، يشوف الضغط، يشوف الكوليسترول، علاج توسيع وصول الدورة الدموية ليها. فأنا النصيحة بتاعتي اللي أنا بعرضها للمرضى السكر إن اللي هي الوقاية خير من العلاج. الوقاية خير من العلاج، فهو بالتالي إن كده هيحافظ على رجله من حدوث أي مضاعفات ليها. فدي يا ريت لكل مرضى السكر يتابعوا رجليهم كويس جدا خوفا من حدوث قدم سكري. شكرا.